فهم المفهم صحيح ولمن يفسر التفسير صحيح. في أطراف هم المؤتمر ما حد جاي شورى ترى قالوا لهم كملوا ما تطلعونا في الوقت المحدد. يا سيدتي أنا عشت التجربة المريرة تقولي لي ما حد جاي شورى. احنا كان كان الرصاص يلعلع على رؤوسنا زي الشعب زي مرصاص الشعب حتى انت زي ما قلنا شيء لكن على الاقل يعني تقولي لي مؤتمر ما ركزوش عليه غير الان في اطراف اليوم عفوا خلينا نكمل هذه في اطراف تريد ان تخفف على المؤتمر لانها مركزه على الحكومه لاجندات سياسيه لغرض سياسي راهو مش ولا اقولها ولدي فعلا من الشجاعه ما نقولها.